السلام عليكم. في فيلم ذا مارتن نجا رائد الفضاء مارك واتني بعد أن علق في الكوكب الأحمر عن طريق زراعة البطاطس في تربة المريخ. يبحث العلماء عن طرق لزراعة الخضروات في الفضاء، ولا سيما في ظل تعدد المهمات نحو كوكب المريخ وقضاء رواد الفضاء وقتا أطول في المدار. فإلى أين وصلت بحوث العلماء للتغلب على تلك الصعاب؟ في البداية لدينا بعض التحديات، إذ لا يوجد هواء هناك تقريبا، كما تحتوي التربة المريخية على القليل من العناصر الغذائية والكثير من المعادن الثقيلة، كما أن متوسط درجة الحرارة يقدر بستين درجة مئوية تحت الصفر. في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، تناول جهود من يحاولون إيجاد طريقة للزراعة على الكوكب الأحمر في وقت ما في المستقبل. ذكر كاتب التقرير أن الدكتور فيجر واملينك، وهو كبير علماء البيئة في جامعة فاخنينجن بهولندا، أعد دراسة نظرية حول نمو النباتات على القمر وعلى سطح المريخ. استغل واملينك توفر نسخة من التربة المريخية المدعومة من وكالة ناسا، وهي في الأساس تربة من الأرض تحتوي على العديد من الخصائص الموجودة في الفضاء، وأجرى تجربة لمعرفة ما يمكن زراعته في هذه التربة المفتقرة للعناصر المغذية، وبدأ في مشتل لزراعة قليل من الخضروات بداية من عام 2013. لم يكن لدى صاحب هذه التجربة توقعات عالية، كما كان يتوقع أن الرصاص والزئبق والزنك في التربة سينتهي بها المطاف في الماء الذي تمتصه النباتات، ومن ثم ستصبح سامة عند أكلها، غير أنه فوجئ بعد ذلك بنمو الخضروات، والأهم من ذلك أنها لم تمتص الكثير من المعادن. وفي الأعوام التي تلت ذلك قام واملينك بتحسين تجربته بإضافة المواد العضوية إلى التربة والمواد الأخرى، كما قام بتوسيع التجربة لمجموعة متنوعة من المحاصيل شملت الطماطم والبازلاء والفجل والخضروات الجذرية مثل الجزر والبطاطس. من جانب آخر، عملت الدكتورة جويا ماسا عالمة نباتات في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا بمشروع VG، وهو نظام لإنتاج الخضروات تابع لوكالة ناسا. انطلق هذا المشروع منذ عام 2014، وقد حقق نجاحا في زراعة ثلاثة أنواع من الخس، بالإضافة إلى زهور الزينة، حيث يسمح لرواد الفضاء بتناول بعض المزروعات وتوظف الأخرى للاختبار. برنامج VG يختلف عن برنامج واملينك في أفضل طريقة لزراعة المحاصيل، فبدلا من استخدام تربة تشبه تلك الموجودة على القمر والمريخ، يعتمد برنامج VG نظام الزراعة المائية المعدل، حيث تأخذ هذه الطريقة في الحسبان قلة الجاذبية، فتزرع النباتات في ركيزة صلبة من الطين المسامي والمجفف على نحو يمكنه الحفاظ على الماء والأكسجين حول الجذور، ويعتمد السماد لتوفير العناصر الغذائية، كما توفر مصابيح الضوء ويضيف رواد الفضاء الماء. في تجربة ثالثة
قام عالم الكيمياء الحيوية أندرو بالمر في معهد فلوريدا للتكنولوجيا في مولبورن بزراعة الخس وبذور لنبات يسمى رشادة أذن الفار في تقليد تربة المريخ تحت إضاءة محددة ودرجة حرارة في الداخل كما سيفعل رواد الفضاء على المريخ. تمت زراعة النباتات عند 22 درجة مئوية وفي رطوبة تصل إلى حوالي 70%. نبتت بذور كلا النوعين ونمت في التربة المستخرجة من هاواي وصحراء موهافي في كاليفورنيا، ولكن حتى عند إعطائها الأسمدة ماتت تلك الشتلات في غضون أسبوع من الزرع. ظن فريق بالمر في أن مشكلة التربة الاصطناعية على المريخ هي ارتفاع درجة الحموضة، عندما عالج الباحثون التربة الاصطناعية لخفض درجة الحموضة نجت الشتلات المزروعة لمدة أسبوع إضافي لكنها ماتت في النهاية. واجه الفريق أيضا مشكلة أخرى، هي أن تربة المريخ تحتوي كلورات الكالسيوم وهو ملح سام، وتشير ملاحظات الأخيرة إلى أنه يشكل حوالي 2% من سطح المريخ. وعندما أضافه فريق بالمر بتركيزات مماثلة لتلك التي شوهدت على المريخ، لم ينمو الخس ولا رشاد أذن الفار على الإطلاق في التراب. في السنة الماضية استطاع رواد الفضاء تناول أول خسة تمت زراعتها على متن محطة الفضاء الدولية، والتي بدت فعلا لذيذة، لكن كل هذه التجارب والأبحاث تقود إلى نقطة واحدة، هي الحاجة إلى متابعة البحث، فنحن لا نعلم ما قد يخبئ لنا المستقبل من أحداث. أراكم في الفيديو القادم.